نناقش ونراقب مع ضيفنا من دبي الأستاذ وليد الحلو المحلل في أسواق المال العالمية. أستاذ وليد مرحبا بك. منصة فيد ووتش توقعت في العام الماضي أن يذهب الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 86% في شهر ديسمبر، هذا لم يحدث. الآن التوقعات تشير إلى التثبيت بنسبة 48%، إذن إما تثبيت أو تخفيض لا رفع، هذا مؤكد. صحيح، يمكن احنا شايفين التوقعات دي على مدار 2023 بالكامل، خصوصا بعد الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي فاجئ فيه نمو التوقعات بصورة كبيرة، وأيضا كان عندنا سوق عمل قوي، وحسب معدل الفيدرالي الأمريكي اللي كانت بتشترط تراجع معدلات التضخم وتباطؤ سوق العمل بصورة كبيرة، حصل على واحد من الاثنين. بالنسبة للتوقعات اللي موجودة عندنا بالنسبة للفايدة، هي بتبقى يعني بتتغير بصورة مستمرة وليست دقيقة. يعني هنتكلم مثلا ان كان في توقعات في خفض الفايدة في شهر 9 الماضي وما حصلش هذا الامر. الفكرة الرئيسية ان التركيز على الاداء الاقتصادي وعلى ان الفيدرالي الامريكي محتاج يشوف حاجة مهمة جدا، محتاج يشوف ان التضخم بيتراجع وده حصل، ومحتاج يتأكد ان هو لما يبتدي برفع بخفض الفايدة يكون عندنا ما يسمى بان الضغوط التضخمية لا تعود مرة اخرى، وهي دي المخاوف اللي موجودة بالنسبة له بصورة كبيرة، وهي دي اللي احنا يعني اتوقع ان الفيدرالي الامريكي سيتريث، لان ادوات السياسة النقدية ليست ادوات دقيقة، ودي نقطة مهمة جدا يفهمها المشاهد، هي ليست دقيقة. يعني مش اول ما نوصل للاهداف بتاعتنا نبتدي ان احنا نغير الفايدة فتاني يوم يبتدي الاقتصاد يستجيب، لا. فعشان كده معظم السياسات النقدية بيحصل فيها ما يسمى بالأوفر شوت أو بالأندر شوت، يعني بيحصل فيها يا إما بتتخطى مستهدفاتها بصورة كبيرة أو تيجي أقل من مستهدفاتها. الفيدرالي الأمريكي في هذه المرحلة متخوف إن هو يوقف التشديد قبل ما المفروض أو قبل الوصول والتأكد من إن المستهدفات اتحققت بصورة كبيرة عشان التضخم لا يعود للارتفاع في المستقبل. الأحداث الجيوسياسية وتأثيرات الأحداث الجيوسياسية ستؤثر بالتأكيد على قرار الفيدرالي. أستاذ وليد، لا أعتقد أن احنا عندنا في هذه المرحلة يعني تأثير بالنسبة للمستجدات أو الاضطرابات الجيوسياسية اللي موجودة. يمكن بداية احنا عايشين من أول 7 أكتوبر في مناخ الاضطرابات، هم أكتر من مرة كانوا بيتكلموا، يعني جانيت يالين قالت اللي بيحدث في الشرق الأوسط لن يؤثر، وهي وزيره الماليه، وفعلا ده ما كانش ليه تاثير كبير. في وجهه نظري التاثير الواضح اللي هيحصل اذا كان عندنا مواجهات مباشره مش ما بين دول وميليشيات او من دول وجماعات، لما يكون عندنا مواجهه مباشره ما بين دوله ودوله. والخوف دلوقتي على المشكله ان لو تم الرد من الجانب الامريكي عن ما حدث في ما حدث وتم استهداف إيران، إيران النهاردة بصورة كبيرة أشارت أن هي إذا تم استهدافها بأي شكل من الأشكال فسيتم الرد. هو ده التصعيد اللي نخاف منه ولازم يبتدي بالنسبة للأسواق. ولكن الفيدرالي الأمريكي من ساعة ما ابتدى التجديد، يعني نقدر نقول من حوالي 2 سنين، وما فيش حاجة بتأثر بالنسبة له، وما فيش حاجة بتأثر على سلاسل التوريد دلوقتي زي ما احنا شايفين. حتى سلاسل التوريد هذا الأمر الفيدرالي الأمريكي يعني بأمر واحد، بالاستقرار الاقتصادي واستقرار الأسعار. استقرار الأسعار الاضطرابات الجيوسياسية دلوقتي مش مؤثرة عليه بأي شكل من الأشكال. نعم، وحتى يقرر جيروم باول ويخرج بقراره الأخير، هناك تراجع في مؤشر ناسداك، تراجع في قيمة الدولار، هناك ارتفاع في قيمة الذهب، هناك أسواق عالمية كالأسواق الخليجية في معظمها شهدت هبوطا، كل هذا ترقب لقرار المركزي الأمريكي. هل هذا طبيعي الآن في هذه المرحلة في هذا اليوم؟ بص، ما اعتقدش ان الاسواق كانت مترقبه او هذا الترقب الكبير. يعني خلينا ناخدهم واحد واحد. بالنسبه للدولار الامريكي، في التراجعات اللي حصلت النهارده كانت بسبب ان كان عندنا أرقام التوظيف خصوصا القطاع الخاص، وبعدها كمان مؤشر تكلفة التوظيف، الاثنين جم على تراجع، وده معناه ان ده الرقم اول رقم سلبي نشوفه بالنسبة لقطاع التوظيف، فأدى لتراجع الدولار الأمريكي بصورة كبيرة، وده اللي كان ممكن يخلي الفيدرالي الأمريكي ان هو يستبعد خفض الفايدة في شهر مارس. دي النقطة الأولى. بالنسبة للأسهم،
فالتراجعات دي يمكن لو بصينا على الداو جونز هنلاقي الداو جونز مرتفع. المشكله في التراجعات في الاس ام بي 500 والناسداك، ده بعد البيانات السلبيه اللي جت من مايكروسوفت ومن جوجل، على الرغم ان هي كانت ايجابيه ولكن توقعات الاسواق كانت اعلى بكتير، وخصوصا للارباح اللي كانوا متوقعين ان هم يحققوها بالنسبه للاي اي، وايضا شفنا هذا الامر بالنسبه للاي ام دي. لا يخفى عليك ولا على المشاهد ان كل الارتفاعات الموجوده في الاسهم الامريكيه على الرغم ان هي مميزه وبتعكس مستهلك قوي واقتصاد قوي، ولكن اللي بيقوم بالهيفي ليفتنج او بيقوم بهذه الارتفاعات هم المجنيفيسنت 7، السبع شركات التقنيه اللي اوريدي كلها ليها باع في او ليها كونتريبيوشن بشكل او اخر في موضوع الاي اي. ف الترقب في وجهه نظري للخطوه الفدرالي الامريكي ليس لها هذا التاثير، خصوصا بدايه من اجتماع نوفمبر، والسبب جدا بسيط لانه في نوفمبر اتكلم على ان عوائد السندات تعتبر نوع من انواع التجديد. فدلوقتي ابتدت الاسواق تسعر بصوره اكثر جراه ما سيحدث في الاقتصاد بصوره كبيره، والتركيز دلوقتي بالنسبه لمستثمر الاسهم، مستثمر الاسهم ما لا يخاف من الفدرالي ولكن يخاف من ضعف المستهلك بصوره كبيره. زمان كنا متخوفين ان الفدرالي الامريكي يرفع الفايده ويستمر في رفع الفايده لغايه ما يوصلنا لركود اقتصادي، ولكن الامر ده ما بقاش دلوقتي باي شكل من الاشكال. في هذا الاطار ايضا استاذ وليد، الدولار يتجه لاكبر مكسب شهري له منذ شهر سبتمبر الماضي، كذلك الذهب، إلى أي مدى يدعم أو تدعم فكرة استقرار الدولار وقوته الحالية قرار الفيدرالي سواء بالتثبيت أو بالخفض؟ بالضبط، هي الفكرة أن النهاردة متوقع الخفض أو سوري التثبيت، النهاردة التوقعات كلها بتشير إلى التثبيت، يعني ما فيش، لا ما حدش متوقع أن في اجتماع غير الاجتماع الربع سنوي اللي هو في شهر مارس القادم أن يتم في خفض الفايدة. ولكن السؤال المهم أو أهم حاجة موجودة في الاجتماع النهاردة هي متى سيخفض الفيدرالي الفايده، وده ممكن يظهر عندنا في البيان في العباره اللي بتسبق القرار مباشره ان تثبيت الفايده لفتره زمنيه لفتره قصيره اي تغيير في هذا البيان، وايضا في مكان اخر في المؤتمر الصحفي. الفكره الرئيسيه ان الاتحاد الاوروبي غالبا اجل خفض الفايده لشهر 7، يعني في الربع الثالث. فاذا الفيدرالي الامريكي ادى صوره مشابهه لهذه الصوره زي اللي احنا شفناها بصوره كبيره، فاعتقد ان الدولار سيعود للهيمنه. الدولار محتاج حاجه واحده بس، محتاج فقط ان يتم ان يستبعد الفيدرالي الامريكي خفض الفائده في مارس، ساعتها ستتطابق السياسه النقديه، هتكون متطابقه مع بقيه البنوك الاستثماريه او البنوك المركزيه حول العالم، وبالتالي في حال تطابق السياسات النقديه الوحيد اللي ممكن يرتفع امام الدولار هو الين الياباني لو نجحوا يرفعوا او يبتدوا عمليه التجديد، لان ده البوليسي دايفرجنس الوحيد اللي موجود في السوق. اغلب توقعات البنوك الامريكيه الكبرى في العام الماضي قالت ان الفيدرالي الامريكي سيخفض اسعار الفائده 4 مرات ربما في عام 2024، ربما اشارات الفيدرالي الامريكي في ديسمبر الماضي قالت انه سيذهب الى تيسير نقدي والى خفض في اسعار الفائده ب 75 نقطه اساس. فاذا بعد هذه الجلسة التي نحن الآن بصدد الاستماع إلى قرارها ربما تكون بالتثبيت، نحن أمام منحنيات جديدة من الخفض بشكل متتالي في الأشهر المقبلة أو في الجلسات المقبلة. أعتقد دي كانت قناعة الفدرالي الأمريكي في اجتماع ديسمبر، والقناعة دي هنتأكد منها بصورة كبيرة في شهر 3 القادم. أعتقد دي اللي هتدي الصورة على خفض الفايدة المتوقع. شخصيا أنا مع إن الفدرالي الأمريكي قد يقوم بتخفيض الفايدة أسرع حاجة على الإطلاق، إن هو لو هيخفض الفايدة هيخفضها في بداية من الاجتماع الربع سنوي اللي بعديه، مش ده، لا أتوقع خفض فايدة يحصل في مارس، أتوقع إن هو يحصل في الربع، نهاية الربع الثالث ونهاية الربع الرابع، قد ننتهي هذا العام بخفض أو خفضين بالكثير، لأن الفيدرالي الأمريكي مش محتاج إن هو يخاطر، ما عندوش مكسب بالخفض المبكر، هي دي النقطة المهمة. إذا أنت خفضت الفايدة مبكرا فأنت أول حاجة الدولار الأمريكي سيتراجع بصورة ملفتة، لأن كل الاقتصادات الأخرى واللي هي أضعف من الدولار الأمريكي عايزين يخفضوا الفايدة بصورة كبيرة، فدي التأثير ده هيكون سلبي جدا بالنسبة للدولار. هتحط الأسواق في وضع تحفيزي ممكن ساعتها ترجع الضغوط التضخمية مرة أخرى، فأنا مش شايف مكسب واحد من إن الفيدرالي الأمريكي خفض الفايدة في شهر 3 بصورة كبيرة، فبالتالي أتوقع إن الثلاث مرات أو المرتين أو حتى المرة من خفض الفايدة لن تكون في الربع في مارس على الإطلاق. لكن على أي حال القرار الأمريكي بالخفض أو بالتثبيت هي رسالة طمأنة ربما
للمركزيات العالمية خاصة المركزية الأوروبية؟ لا أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي بيفكر في الاقتصادات لا يفكر الأخرى، فيهم، لكنهم يعني احنا سيتلقون الأمر بشكل فيه نوع من الطمأنة. طب أنا الوضع الاقتصادي مختلف. أمريكا دلوقتي عندها نوع من أنواع النمو الاقتصادي كويس، اللي هم عندهم ما يسمى بالتوظيف الكامل، ما عندهمش مخاطر من الركود التضخمي، كل المتخوفين منه بس ان هم يخسروا كتير من معدلات النمو وينزلوا تحت 2%. الوضع في الاتحاد الاوروبي معدلات التضخم ما زالت مرتفعه، البطاله ما زالت ايضا اليفيتد بصوره كبيره، القطاعات كلها البي ام ايز كلها في كل القطاعات متراجعه، هم اوريدي في ديبريشن مش في ريسيشن، وبالاضافه لكده عندهم مخاطر الركود التضخمي بصوره كبيره، فهم مضطرين ان هم يخفضوا الفايده. فالفكره ان بالنسبة للمشكلة اللي موجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أنا شايف أن البنوك المركزية الأخرى محتاج، يعني إذا الفيدرالي الأمريكي لم يقم بتخفيض الفايدة دلوقتي واستمر حتى نهاية السنة، أتوقع أن هم يخفضوا قبليه بصورة كبيرة، ولو بدأها الفيدرالي الأمريكي أتوقع البنوك المركزية الأخرى هيخفضوا يا إما زيه بالظبط يا إما أكتر منه. نعم، ضيفنا من دبي الأستاذ وليد الحلو المحلل في الأسواق العالمية، أشكرك جزيل الشكر.